السلام عليكم شباب. شباب، موضوعنا اليوم راح نكمل الأمور الشرحية الأخرى المتعلقة بموضوع الـ PCM. اليوم راح نحكي عن الـ Advantage وعن الـ Limitation وعن الـ Modification الخاصة بالـ PCM. طبعاً بالنسبة للـ Advantage اللي هي الفوائد أو المزايا اللي تخص الـ PCM، أول شيء effect of channel noise and interference is reduced. يعني هو هذا من مزايا الـ PCM، شي يسوي لي يقلل تأثير النويز اللي موجود بالشانل ويقلل لي كذلك الـ interference. اثنين، الـ PCM permits regeneration of pulse along the transmission path. يعني الـ PCM يسمح لي بتجديد البلسات، اوكي، يسوي لي تجديد على هاي البلسات على طول هذا المسار أو الترانزميشن باث اللي موجود عندي، أوكي؟ وهذا يقلل لي من الانترفيرنس، and this reduce the interference، رح يقلل لي إياه. وكذلك ايش رح يسوي؟ النقطة الوراها يقول لك the bandwidth and the signal noise can be exponential low. يعني يربط هذا الباندويد، اوكي، والاشاره مالتي الى النويز تو نويز ريشيو يربطها exponentially low، يربطها بقانون الاكسبونينشال، بما معناه انه راح يصير تزايد، يزيد الباندويد ويا زياده النويز او الاشاره اللي اني احتاجها، يعني ما راح يكون عندي ضياع بالباندويث، اوكي. النقطه اللي بعدها يقول لك multiplexing and various PCM signal، يعني راح يمكن مضاعفه الاشارات، اوكي، يعني انا اقدر ادز اكثر من اشاره، اوكي، ومالتي يكونن واقدر ادزها بسهوله، easy possible. النقطه اللي بعدها يمكن نسوي encryption أو decryption بكل بساطة على هذه الإشارة، وهذه تفيدني لأغراض السكيورتي، أوكي. فهذه هي اللي تخص مزايا الـ PCM. طبعا شباب أريدكم شوية تركزوا لي على هاي النقاط، لأن هاي ممكن تجيك كـ MCQ، أوكي، أو كصح وخطأ، عرفت شلون؟ يعني أقول لك مثلا هل الـ PCM يقلل تأثير النويز، يعني effect the channel noise، صح أم خطأ؟ أنت راح تقول لي صح أم خطأ فبالتيستات اللي ممكن نسويها. كذلك نجي على الـ limitation أو الـ PCM limitation. الـ PCM يعني شنو الـ limitation؟ limitation يقصد بها المحددات أو شنو الحدود اللي أنا مضطر أمشي بها بهذا النظام. نظام الـ PCM طبعاً هو نظام complex، معقد مقارنة بالأنظمة الأخرى، أوكي؟ فهاي واحدة من الـ limitation ماله. النقطة الأخرى يقول لك channel bandwidth is also increased because of digital coding of a long pulse. يعني زيادة الـ bandwidth، أوكي؟ يعني هو يحتاج bandwidth كلش عالية الـ PCM، اوكي، ليش؟ لانه التشفير الرقمي مالته، الديجيتال كودينج، اوكي، للبلسات كلش هوايه، فلذلك راح يحتاج باندويث عالي. نجي على اخر شيء اللي هو الموديفيكيشن او التعديلات اللي ممكن انه يسوي لي اياها النظام الـ PCM. نظام الـ PCM يمكن أنه يعدل على تشكيل الدلتا أو الدلتا موديليشن، أوكي؟ هذا نوع من أنواع الموديليشن، أوكي؟ وهي طبعاً نوع من أنواع الموديليشن البسيط اللي ممكن أنه نستخدمه بالإشارات. النقطة الثانية يمكنني الـ PCM من استخدام
الوايد باند كوميونيكيشن، يعني قنوات الاتصال الوايد باند، للتغلب على شنو اوفركم، يعني حتى اقدر اتغلب على الباندويث بروبلم. يعني هاي المشكله مال الباندويث اللي شفناها بالليميتيشن، اوكي يعني شلون اتغلب عليها؟ اتغلب عليها انه باستخدامي لهذا النظام، انه راح يخلي لي قنوات الاتصال اوكي اقدر استخدمها بشكل سلس. النقطة الثالثة، بمساعدة هذا النظام يعني او الداتا، مقارنة البيانات اوكي، يساعدني انه اقدر اسوي كومباريشن للبيانات مالي، بحيث يمكن ازالة التكرار. انتبه، تو ريدنسي كان بي ريموفد، عرفت شلون؟ يعني البيانات اللي تتكرر اقدر شو اسوي؟ يعني ليش هي نفس الداتا جاي ارسلها مرتين؟ اوكي اني خوبا ارسلها مره واحده وهو هناك يكررها بالشيء اللي هو يحتاجه، حتى ما اثر على الباندويث مالي. وكذلك يمكن تقليل معدل البيانات، يعني انا من قللت البيانات المتكرره او البلصات المتكرره، انا قللت تدفق البيانات اللي جاي احتاج ارسلها. فهاي من انواع الموديفيكيشن اللي ممكن انه احصلها باستخدامي لنظام البي سي ام. شباب، هسه نجي لموضوع اخر اللي اسمه الديفرنشال بلس كود موديليشن. ديفرنشال بلس كود موديليشن هذا نوع اخر من الموديليشن. اوكي، انتبهوا لي بس على تعريف هذا النوع من الموديليشن. شو يعرف لي هذا النوع من الموديليشن؟ هو شلون يشتغل؟ هذا يشتغل، شو يسوي؟ يخفض معدل البتات الكلي. يعني أنا مو حولت الإشارة ماتي إلى بتات، مجرد راح تخف أقلل من عدد البتات الكلي. أوكي، ليش؟ لأن يستخدم الديفرنشيال أوكي يكاملها، كما سيتم تقليل تقليل عدد البتات المطلوب للعينة الواحدة. يعني إذا السامبل الوحدة مطلوب بها 5 بتات أو 10 بتات، هو يقدر يقللها إلى أقل عدد من البتات، وبالتالي رح يقل تدفق البيانات اللي ممكن أنه يرسلها. وطبعا باستخدام هاي السيركت اللي جاي شوفوها قدامكم، رح نقدر نرسل هذا، نقدر نسوي هذا النوع من الموديليشن، أنه تدخل للإشارة منها. طبعا كومباريتر هذا عندي هنا، اوكي يدخل على كوانتايزر ومن ثم انكودينج، وكذلك نستلم فيدباك حتى نشوف كم عدد البتات وشلون راح اقدر اقلله. فانتبهوا لي على هذا التعريف اللي خاص بهذا النوع من الموديليشن شباب. هاي بالنسبه للترانسميتر. نجي الى نوع اخر من الموديليشن شباب، اللي هو الدلتا موديليشن، وتكلمنا عنه قبل شويه، إنه هو فد نوع كلش بسيط. شلون بسيط؟ يقول لي هو 1 بت، اوكي 1 بت بير سامبل، يعني كل سامبل اني استخدم لها بت واحد، كل سامبل استخدم لها بت واحد. زين، اني هنا من استخدمت لكل سامبل بت واحد، ايش راح يكون؟ يعني أسوي مقارنة قيمة هاي السامبل الحالية الموجودة عندي أوكي مع القيمة السابقة للإشارة، وبالتالي راح شنو هاي تقتصر هاي على المستويات اللي هو السيجما اللي تكلمنا عنها. أوكي، هاي السيجما اللي جاي يشوفوها، إذن هو راح أقدر أنا أحدد مالتي السيجما راح تكون بلس أور ماينس، يعني إذا جاي يشوفون الإشارة مالتي. اوكي، يعني بما انه كل سامبل بت اوكي، فاقدر احدد اللي هو هذا البت يكون بالماينس لو يكون بالبلس. اوكي، وهكذا. وطبعا هو هاي الدائره الالكترونيه الخاصه بالدلتا موديليشن. اوكي، مثل ما جاي تشوفوها تدخل السامبلات عن طريق هذا الكوانتايزر او سيميشن، ومن ثم تروح الى كوانتايزر. الكوانتايزر قلنا راح يقسمها كل سامبل ببت واحد، اوكي، ومن ثم يقارن لهذا البت هل هو راح يكون بالبلس او بالماينس. اوكي، ويرجع لي اياها بديلي حتى اقدر ارسلها، حتى اقدر اشوف هذا البت
تكون صفر أو واحد، مثل ما جاي يشوفون هنا أنا كل سامبل هي إما بها بت صفر أو بها بت واحد، حتى أعرف إنه الإشارة مالتي شلون راح تكون وأقارنها ويا القيمة الأصلية للإشارة الأنالوج. مثل ما جاي يشوفون هنا أنا شباب، شوفوا شلون إنه دي يقارن القيمة الأصلية ويا الإشارة الأنالوج حتى يعرف قيمة السامبل تكون بالبلس أو بالماينس. شباب هسه نجي للفوائد اللي تخص هذا نوع الموديليشن اللي هو دلتا موديليشن. اول فائده اللي هي الدلتا موديليشن ترانسميت اونلي 1 بت فور 1 سامبل، يعني انه هذا الموديليشن يرسل لي بت واحد للسامبل الوحده، وبالتالي ايش راح يسوي؟ السيجنالينج ريت مالي راح شنو؟ والباند ويث للترانسميشن باند ويث مالتي راح تكون سمول، يعني أنا ما راح أحتاج باندويث عالية ولا راح أحتاج كمية عالية من البيانات لحتى أرسلها. هاي أول فائدة. الفائدة الثانية يقول لك الدلتا موديليشن بالريسيفر سيستم، يعني بالجزء المستلم، يكون very much sample، يعني كلش تصميمه بسيط يعني ومو معقد. فهاي واحدة من الفوائد الأخرى. زين، كذلك هو بي ديس ادفانتج بمضار هذا النظام. اوكي، اول فائد اول وحده من المضار مالته اللي هي السلوب اوفرلود ديستورشن. السلوب اوفرلود ديستورشن، انتبهوا لي، بسبب انه هذا السلوب اللي جاي تشوفوه هسه هذا البكان هذا كليته هاي الاشاره الانالوج، اوكي، نترجميها الى ديجيتال مثل ما جاي تلاحظوها هنا. السلوب اوفر انه شو يقول لك؟ يقول لك اني كل هذا السلوب اللي جاي يصير، اوكي، اني جاي امثله بهذه البتات اللي موجوده هنا عندي، وبالتالي انا راح اخسر، اوكي، المنطقه او قيمه البيانات اللي موجوده بهاي المنطقه اللي يسموها السلوب اوفرلود لما يكون عندي السلوب جدا عالي. اوكي، نجي على النقطة الثانية من الـ من الـ disadvantage اللي هي شنية الـ granular noise، يعني أو الضوضاء الحبيبية يسموها. أوكي، هاي شو وقت تحدث هاي الـ granular noise اللي هو ما يقدر يحسبها؟ هاي تحدث لما تكون الـ steps too large، يعني الـ steps مالتي اللي جاي امشي بها مو ستيبات، هاي ستيب واحده ستيب ثانيه ستيب ثالثه، اوكي، على شكل بتات، لما تكون الستيبس كلش عاليه كلش كبيره، وبالتالي بين ستيب وستيب راح يكون عندي تعرجات بالاشاره، يعني صاعده نازله القيم، هاي ما راح يقدر يحسبها، اوكي، فبالتالي راح يخسر هذا البيانات، فيعتبرها هي يعتبرها شنو؟ يعتبرها منطقه فلات، يعني تكون هاي المنطقة كأنما يعتبرها فلات، مثل ما هنا أنا هسه جاي نعتبر هاي المنطقة فلات، أوكي، لكن أنا إذا كانت عندي الستيبس كلش عالية، نفترض أنا عندي ستيبس من هنا إلى النهاية، فهو إيش راح يعتبر؟ يعتبر هاي المنطقة هي مو صاعدة كانت وردت نزلت الإشارة بها، لا، راح يعتبرها كلها فلات، فأجدتي بستيبس واحدة. فهاي شغلة أخرى من الـ disadvantage اللي تخص نوع الـ delta modulation. هسا نجي للنوع الأخير من أنواع المودليشن اللي اسمه adaptive delta modulation. adaptive delta modulation يعني شنو adaptive؟ يعني تكيفي، يعني يتكيف. احنا ايش ذكرنا هسا بالدلتا modulation شباب؟ ذكرنا عندي اثنين disadvantage، عندي السلوب اوفر ديستورشن اللي هي هاي من يكون عندي السلوب كلش اوفر، اوكي، وبالتالي الستيبس مالي راح تكون صغيره بالنسبه له، وعندي الجرانيرال نويز اللي من يكون عندي الستيبس كلش كبيره واني عندي تعرجات قويه بالاشاره، بالاشاره الانالوج، من يكون عندي تعرجات هوايه وعندي الستيبس كلش كبيره، فهاي مشكله. شلون عالجوها؟ عالجوها عن طريق هذا النوع من الموديليشن اللي هو اسمه ادابتيف دلتا موديليشن. اوكي، هذا سوى عن طريق هاي الدائره
الالكترونيه مال الترانسميتر الجاي شوفوها قدامكم، ايش راح تسوي؟ هاي راح تتحسس، يقول لك اني اسوي لارجست تيب، لارجست تيب سايز المن لحتى اقلل تو ريديوس ذا سلوب اوفرلود. يعني من يكون عندي سلوب اوفرلود هذا هنا أنا اسوي لارجست تيب حتى اقدر اغطي هاي الخساره اللي تروح مني بالدلتا موديليشن. اما اذا كان عندي جرانالد نويز، من يكون عندي جرانالد نويز احاول اسوي سمول ستيب، يعني يكون الاستيابات مالي او البتات مالي اوكي قليله جدا، او فبالتالي اني اقدر احسب كل الجرانالد نويز اللي موجوده عندي بهاي الاشاره. وبهذا النوع من الموديليشن هو عالجوا الاخطاء اللي موجوده بالدلتا موديليشن. شباب اهم شيء تركزوا لي على هاي التعاريف اللي مهمه اللي ذكرناها، ممكن تجيك بصيغه فراغات، ممكن تجيك بصيغه ام سي كيو، ممكن تجيك بصيغه صح وخطا، وكذلك الفوائد والديس ادفانتج والديس ادفانتج لكل نوع موديليشن مثل ما تعلمناها. شكرا لكم شباب.